التجارة بالأعضاء نحكي عليها اليوم. كظاهرة أصبحت منتشرة في كل دول العالم، هيش مقتصر على تونس فقط. مدام سونيا كانت قبيلة بشوية حكيت حتى واحدة من المتداخلين قالت لي تسمع بها منتشرة كثيرا في تركيا، فيكو معناها حتى الناس كيما قلت انت تم استقطابهم على اساس ماشيين العقد عمل اللي يلقاو رواحهم في اطار هل العصابات هذوما اللي تم استدراجهم ويتم استقطابهم ويتم حتى بيع الاعضاء نتاعهم وتم طريقه القتل، خاطر هو حتى كي ماشي فما فرق بين اللي هو عنده النوسيون نتاع كونه يبيع الاعضاء نتاعو وبين عبد يتم استدراجه. كيفاش هون هي الاشخاص هذوما نحكي عليهم به دوك لهنا الظاهره هذه كيف ظاهره التطرف بالضبط، حتى الاليات كيف وصار برشا افلام وثائقيه تحكي جوستمون على المسار هذه نتاع التجار بالاعضاء، اللي هو كيفاش من الاول على اساس عقد مهنه يتطلب فحص شامل للبدن اللي هو سالم جسديا باش ينجم يلتحق بالعمل نتاعو، يسافر يلقى روحه في بلاد اخرى، يلقى روحه في إطار آخر ويقع قتله واستعمال الأعضاء متاعه في وتتسمى تجارة الأعضاء. وفما اللي شكون وريناه نحن شهدناه هذية خاصة في وقت الثورة وقت جائحة كورونا، فما شكون وصل معناها عرض أعضاءه للبيع وعرض حتى أصغاره للبيع وريناه هذية، وذاك علاش نحن نأكدوا ونعاودوا اللي راهي الدولة التونسية راهي تجرم وتقنن مثل هذه الأساليب وهذه الممارسات، دوك غير مسموح للممارسات هذية في الدولة التونسية دولة القانون. دونك اليوم الانسان ساعات يوصل يقول لك انا مادام عندي الامكانيه باش نعيش بكلوه واحده علاش ما نبيعش الكلوه الثانيه، هذا يعني نظرا للخصاصه نظرا للفقر نظرا للوضعيه اللي هو يعيش فيها. وفما شكون معناها بالعكس يعرض التبرع مش ما نقولوش بيع على خاطر يعرف حاله معينه ولا فما شكون من اقربائه ولا من صحابه ولا من المحيط اللي هو فيه اللي يستحق جوستمون باش يقع له زرع كلى لانقاذ حياته، حتى ولو كان بمقابل يقبل معناها ديجا حتى النوسيون تاع التبرع تفرق، ففرق ما بين باش تتبرع تطوعا من بدون مقابل فما شكون يتبرع بمقابل، وحتى كي نتبرعوا بمقابل ما يتسميش تبرع راهو حتى نحن هذاك توك فما مقابل راهو نحكيوا على التجار توك فما معامله ماليه في الحكايه ما تنجم تاخذ كان مفهوم التجار. هذا هو الكل واللي لز الإنسان الأشياء مثل هذه الممارسات اللي هو كيف ما قلت لك ما تربيش من الأساليب التربوية اللي ما تربيش على عزة النفس، ما تربيش يقبل بدنه، ما تربيش يقبل روحه كيف ما هو. دونك نحن الكل نجم تصير علينا ظروف اجتماعية أو اقتصادية اللي نجم بها هي نلقاو رواحنا في وضعية خصاصة أو فقر، ولكن مش الناس الكل ما بين ظفرين الفقراء يقوموا بيعوا الأعضاء متاعهم ولا يعرضوا للبيع الأعضاء متاعهم. يعني لهنا استسهال اللجوء الى المال، البدن نتاعنا يولي هين علينا ما عادش عنده قيمه وقت اللي نتملصوا من القيم نتاعنا من بدء نتاعنا كسوا القيم نتاعنا الاجتماعيه او قيمنا قيم نتاعنا الدينيه. قبيله في الروبورتاج فما امراه قالت ما نعرفش اسكو هذا حلال ولا حرام. التبرع في معناها فما برشا معناها من رجال الدين اللي فتاوا في الموضوع هذايا، فما اللي يقول لك حلال بشرط كونه الانسان وقت اللي يموت دماغيا وديكلاريه كونه هو والا العائله نسالوا الطب يسالوا العائله بعد وقت الموت الدماغي نتاع الشخص يسالوا اذا الشخص ما عندوش في بطاقه التعريف نتاعو اللي هو متبرع يسالوا العائله اسكو يحبوا يتبرعوا بعضو ولا اخر ولا اعضاء من بدنه، دوك العائله هي اللي توافق ولا ما توافقش. ورينا بمناسبه اليوم العالمي للتبرع مازلنا كي شفنا معناها احصائيات وفيلم وثائقي على تونس وعلى تقدمها في مجال ولا في تقدمها في ثقافه التبرع بالاعضاء،
الحق للأمانة فما أرقام تشرف على خاطر فما برشا عباد حياتهم كانت واقفة على عضو معين، دونك ما حياش كان إنسان راه وحياة الإنسان هذاك والعائلة وحياة برشا حياة أخرى نجم الإنسان هذاك بعد يقدر باش يجي بصغار ومعناها معناها هو حياش الصغير بركة حياة بخسك مجتمع كامل. دونك لهنا أكيد إذا باش نحكيه أنا مش متفقة لما حدا مريم في الدين، ما كي باش نحكيه معناها من جانب اجتماعي وباش نحكيه من منطق، يعني منطق يقول اللي هو أي تطوع اللي نجم يعاون إنسان آخر للحياة فما ينجم يكون كان حاجة باهية، باش ما نفتيوش نقولوا حلال وحرام، دوك تجم تكون حاجة إيجابية كسوة للشخص في حد ذاته أو للشخص اللي وقعت عليه عملية التبرع. دونك لهنا هذوما بتدخل جانب الإيجابي. الجانب السلبي كيف ما ذكرنا قبيلة، دونك الإنسان ما ترباش وما عندوش ثقافة الجسد متاعه والحفاظ على جسده، ما عندوش ثقافة الحرمة الجسدية، ما عندوش ثقافة عزة النفس، دونك ينساق حتى من الأول ينساق في سلوكيات حفظ المخاطر كيف الإدمان بصفة عامة اللي هو يذهب العقل ويذهب المنطق وينجم وقتها يقع تصير له هشاشة نفسية فيقع استدراجه في مثل هذه المنظمات ومالوغوزمون منظمات اجراميه اللي يوصل كونه استقطاب التجارة بالاعضاء. دونك الناس اللي تقوم باستقطاب ديجا هما عندهم الدراسات كامله حول الاشخاص هذوما، يعرفوا شكون ديجا كي يستقطبوا باللغه الفرنسيه. دونك هذوما الناس هذوما كيفاش التعامل هنا ديما الغايه الربحيه اللي ولات تطغى علينا الناس الكل اللي لوجوا على الماده قبل الغايه الانسانيه اللي من المفروض تكون هي حسب الاحصاء من أكثر الناس عرضة للتعرض للجريمة هذه التجارة بالأعضاء، هو مالوغوزمو حتى ما يسوش هما يتاجروا، ممكن هما اللي باش يستقطبوا الأشخاص هما اللي يتاجروا بالأعضاء متاعهم، لكن الضحايا يكونوا ديجا من الأطفال المتشردين، من الأطفال اللي ما عندهمش الأولياء متاعهم، مش تحت الرقبة متاع الأولياء متاعهم، ويتم في الإطار هذه الجريمة وفي حق الصغيرات هذوما. هنا حتى كان هو جنرال مو ينجم يكون حتى يؤدي الى معنى الموت الحتميه نتاع الصغيرات هذوما الموت، اذا كان وصلنا صغيرات هذوما عرفوا اللي تمارست عليهم مثل هالاساليب هذوما كيفاش نحاولوا نحتويهم من ناحيه نفسيه. كنت حاب نحكي فيه بعد بشويه الاخصائي والمعالجه النفسيه خاطر سنيقة ساعات كثر عليا بالاسئله دونك لا مرحبا ولا السؤال هذين خليونا بعد باش حتى كيكا نشوفوا البعد النفسي كيفاش نحاولوا نحتويوا الاشخاص هذوما حتى خاطر فما برشا أشخاص عفوا زيدا مدام سونيا اللي كيف يعرفوا رواحهم كيما قلنا ماشيين بعقد عمل لكن يلقاو رواحهم ينجموا يفيقوا قبل تصير عليهم العملية هذية، كيفاش نحاولوا نديركوا الأمر هذي خاطر نعرفوا الجانب النفسي مهم ومهم جدا، هذي هو اللي باش نحكي فيه بعد بشوية في منتدى الحياة الجانب النفسي وكيفية احتواء مثل هالأشخاص اللي تعرضوا لتجارة بالأعضاء.